we go. احنا بنحاول بكل الجهد ان احنا بنحاول نخليه مبسوط، حتى لما بنطلع الجايد بتاعنا او المشرف على المركب بيحاول يبسطه في الرحله نفسها، على اساس يرجع في اي وقت تاني يحاول يكرر الحاجه اللي بيعملها. في ظل الظروف اللي احنا فيها بنحاول اكتر من الاول ان احنا نركز على ان هو يتبسط جدا عشان يرجع تاني، عشان السياحه ترجع زي الاول اكتر. احنا بالنسبه للالعاب المائيه عندنا في الباراشوت، في التيوب اللي هو القرص المدور زي البنانا، في الووتر سكي، في الويك بورد، في الويند سيرف. كل الحاجات دي بتتعمل، ممكن نقسموها كل حاجه يوم او ممكن نعمله حاجتين في اليوم، لان الجست بيحتاج ان هو يروح يعمل حاجات تانية في اماكن تانية، بيطلع دايفنج، بيطلع سنوركلينج في اماكن تانية. والله السياحة المصرية برضو ارتفعت اليومين اللي فاتوا كويسة جدا، يعني برضو كانوا بيدعمونا شوية السياحة من مصر، والسياحة الخارجية بقى حاولنا نعمل برضو بكل جهد ان احنا حاولنا عن طريق الفيسبوك او عن طريق في موقع روسي اسمه الكونتاكت، وحاولنا ان احنا نعمل عن طريق السياحة اللي موجودة تخفيض الاسعار. بنكتب ورق كده لفتات جميلة ان وي ار سيف في شرم ومفيش اي مشاكل عندنا، بنحاول نجذب اي حد ان هو يجي لنا في الوقت اللي فات. كل الجست بكل الناس في كل بلد، روسيا، انجلاند، كل الجست كله كان بيسمع طبعا في التلفزيون والميديا كانت بتوري كل حاجه بتحصل في القاهره، بس كل اللي كان بيجي كان بيقول لك احنا سمعنا وشفنا حاجات تانية خالص، واحنا هنا في امان جدا، وشرم دي بلد ما شفناش زيها. بتمنى ان احنا نخلص من اللي احنا فيه، وكل واحد يركز في شغله، ويا رب ما نقعش في اي مشاكل تانية في اللي احنا فيها ديت. Here we go!